السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن 5 ألعاب اشتهرت عندنا في عالمنا العربي لدرجة صرنا نسميهم بأسامي خاصة وصار له الاسم المعترف عندنا بين اللاعبين. طبعا في بعضهم سمعت عنهم لأول مرة الأسبوع الماضي وكنت متفاجئ. فإذا أنت كنت تعرف كل هذه الأسامي السعودية أو العربية فأنت شخص عربي أصيل. Grand Theft Auto طبعا هذه السلسلة واحد من أشهر السلاسل إذا كانت الأشهر، ولما نزل الجزء الثالث صارت مشهورة بشكل مرة كبير عندنا. العالم حقها والحرية اللي تعطيك إياها اللعبة كانت سابقة وقتها، ولا نذكر أي لعبة على جهاز بلاي ستيشن 2 أعطتك نفس الشعور. ومن كثر ما اشتهرت بدأ يظهر لها اسم محلي عندنا، وهو الاسم المشهور حرامي السيارات، والاسم طبعا مناسب لأنه ترجمة فعلية لاسم اللعبة. انتشار هذا الاسم عطاها شعبية أكبر عندنا محليا وخلاها تلزق في رأس الكثير من اللاعبين. طبعا السلسلة إلى هذا اليوم مستمرة وشعبيتها صارت أكبر، وهذا بسبب طور الأونلاين حقها اللي يخليك تعيش حياة مختلفة مع الجزء الخامس منها. Winning Eleven أو PES هذه السلسلة الرياضية كانت الأشهر عندنا على أيام البلاي ستيشن والبلاي ستيشن 2، وكانت تجينا بالتعليق الياباني الحماسي اللي كل ما سجلت هدف يقعد يقول المعلق جول 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 جول. التعليق الياباني كان فيها مؤثر جدا لدرجة ان الكل اتفقنا نسميه الدوري الياباني، مع ان اللعبة كان فيها منتخبات وفرق مختلفة. اذا كان عندكم اهتمام بالمعلق حق اللعبة فاسمه جون كابيرا، والرجال هذا مشهور ومرة محبوب في اليابان، وحتى هذا اليوم لازال معلق في اخر استرات الدوري الياباني. الخباز هذه اللعبة ما راح اقول اسمها المعروف وراح اوصفها لكم، ودي اشوف هل الكثير بيعرف وش هي لعبة الخباز، لان الصراحة انا ما عرفت عن اسم الخباز لهذه اللعبة المشهورة الا الاسبوع الماضي. طيب لعبة الخباز هذه تلعب فيها بشخصية تحب تناقص كثير ويحب يجمع قروش ويدعس على اعدائه حتى يتخلص منهم. هل عرفت الشخصية؟ اذا لا ما الومكم، لكن على كلام احد من اعضاء ترو جيمينج لعبة الخباز هي لعبة سوبر ماريو. كيف ماريو صار خباز ما ادري، بس عجبني الاسم العربي للعبة. اذا كنت يوم من الايام تسمي ماريو لعبة الخباز شاركنا بسبب تسميته الخباز تحت في التعليقات، ومن متى عرفت عن هذا الاسم. بولي شركة روكستار من بين كل الفترة والثانية تعطينا لعبة جديدة بفكرة مختلفة مثل إلين وار ولا لعبة التنس الطاولة اللي إلى هذا اليوم حصرية على الاكس بوكس 360، لكن لعبة ثانية اشتهرت عندنا لهم وكان اسمها نوعا ما قريب من اسم اللعبة الانجليزي، كانت لعبة بولي او معروفة عندنا بشغب في مدارس لندن. الترجمة حقت الاسم غلط وفي كم كلمة زيادة، لكن الفكرة موجودة. اللي ما قد لعب شغب في مدارس لندن فهي لعبة تدور أحداثها حول الولد جيمي هوبكنز اللي دخل مدرسة بولورث أكاديمي، وبشكل سريع يحاول يثبت نفسه في المدرسة من بين المشاغبين والدوافير. وهي من نوع الألعاب العالم المفتوح، فتقدر تمشي في العالم وتسوي مهمات جانبية برا المدرسة. اللعبة هذه لا تزال مميزة والكثير مننا وده يشوف روكستار ترجع لها بجزء ثاني. ميدنايت كلاب برضو هذه اللعبة من أحد فرق روكستار وكانت سلسلة ممتازة، لكن لها أكثر من 10 سنوات مختفية، وهي لعبة سباقات رهيبة ما تركز على الواقعية لكن همها المتعة. عندك سيارات كثيرة تقدر تعدل فيها على كيفك وتقدر تشارك سباقات ولا تروح تنجز من مناطق معينة. اللعبة لقت شعبية كبيرة عندنا لدرجة أن سميناها سباق الليل المتصل. هالترجمة غلط لكن المهم النية كانت موجودة. هذه كانت 5 ألعاب لها اسم سعودي أو عربي. شاركونا بالتعليقات بألعاب معروفة لها اسم عربي ومشهور، أو ممكن مو بمشهور لكن أنت وأهلك كان عندكم اسم لها. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.